لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. حضور الزعيم عادل إمام عزاء الفنان مصطفى فهمي ليواسي زميله وصديق عمره الفنان حسين فهمي. ما حقيقة هذا الخبر؟ لتعرفوا الحقيقة كاملة شاهدوا معنا الفيديو للنهاية. اجتمع العديد من المقربين في منزل الفنان الراحل حسين فهمي أثناء غسل جثمان شقيقه الفنان الراحل مصطفى فهمي، حيث حضرت الإعلامية بوسي شلبي والفنانة لبلبة والفنانة يسرى التي دخلت في حالة من الانهيار حزنا على رحيل مصطفى فهمي، وكانوا من أوائل الحاضرين أمام مسجد النيل بالدقي قبل الدفن في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر. انتشرت بعض الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن الفنان عادل إمام حضر بنفسه عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي، وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يظهر الفنان عادل إمام يدخل إلى عزاء الفنان مصطفى فهمي الذي توفي أمس، إلا أن الفيديو المنشور لا أساس له من الصحة، حيث يعود تاريخ نشره قبل سنوات على أنه من عزاء الفنان والموسيقار الراحل عزت أبو عوف. ويظهر في الفيديو المتداول الفنان عادل إمام وهو ما يدخل إلى العزاء، وجاء في التعليقات المرافقة أن الفيديو يظهره وهو يقدم واجب العزاء لأسرة الفنان مصطفى فهمي ولشقيقه الفنان حسين فهمي. وحصد الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات، ولكن في الحقيقة يعود هذا الفيديو إلى أحد المقاطع المنتشرة في عام 2019، ما ينفي أن يكون هذا الفيديو حديثا مثلما ادعى ناشروه. غياب لافت للفنان عادل إمام عن عزاء مصطفى فهمي، وأول تعليق من ابنه رامي إمام. المخرج رامي إمام يحل بديلا عن والده عادل إمام في الواجبات والمناسبات للفنانين، نظرا لتردي حالة والده الفنان عادل إمام الصحية. وحضر رامي إمام العزاء نيابة عن والده الفنان عادل إمام، ووجه رسالة إلى الفنان حسين فهمي من أبيه قائلا: أستاذ مصطفى فهمي كان راجل جذع جدا وفنان محترم وصاحب صحبه، اتشرفت إننا اشتغلنا مع بعض واستمتعت جدا بالشغل معاه، كواليسه حلوة ولذيذة بالظبط زي شخصيته، تحس إنه زي ما يكون أخوك أو أبوه أو صاحبك الأنتيم. احنا فقدنا فنان كبير، الله يرحمك ويحسن إليك ويدخلك فسيح جناته. خالص التعازي للأستاذ الفنان الكبير حسين فهمي والأسرة الكريمة. ولاحظ المتواجدون في العزاء غياب الفنان عادل إمام، وأكد مصدر مقرب من الفنان عادل إمام أنه يعاني من بعض المشكلات الصحية، لذا اكتفى بتقديم واجب العزاء للفنان حسين فهمي عبر الهاتف، كما حضر ابنه رامي إمام نيابة عنه. حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني المصري برحيل الفنان مصطفى فهمي صباح أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض ورحلة قصيرة مع العلاج. لم يكن يعلم الكثير داخل الوسط الفني بمرض فهمي، إذ أخفى الأمر عن الجميع وطلب من أفراد عائلته عدم الحديث عن حالته الصحية، بالرغم من صعوبتها ومعاناته المستمرة. فيما كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان في تصريحات خاصة أنه اكتشف إصابته بورم في المخ وأجرى العديد من الفحوصات الطبية، خاصة أنه كان يعاني من آلام مستمرة في منطقة الرأس. وأكد له الفريق الطبي المعالج ضرورة إجراء جراحة دقيقة لاستئصال الورم، كما أضاف المصدر أنه بالفعل خضع لتلك الجراحة بأحد مستشفيات منطقة المهندسين بالجيزة،
وتحسنت حالته الصحية بعض الشيء حتى إنه خرج من المستشفى وكان يتواجد بمنزله في منطقة العجوزة، لكنه شعر بآلام أخرى ليكتشف الفريق الطبي نمو الورم من جديد، وأوضح أن الورم راح ينمو بشكل متسارع بالرغم من استئصاله في المرة الأولى، ما تسبب في تدهور حالته الصحية وأصبح يتردد على المستشفى بين الحين والآخر. لكن قبل وفاته بوقت قليل حاول أفراد أسرته الذهاب به إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف. رحل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا في الساعات الأولى عن عمر ناهز 82 سنة بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وقالت مصادر مقربة من الفنان حسين فهمي أن الفنان الراحل مصطفى فهمي نقل إلى المستشفى، وذلك بعد أزمة صحية حرجة، ثم قرر الأطباء نقله للمنزل بعد الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء بعض الفحوصات. وأكد المصدر أن الراحل مصطفى فهمي تعرض لأزمة صحية حوالي الساعة 11 من مساء أمس، إذ تواصلت أسرته مع المستشفى لنقله لمحاولة إنعاشه وإعادته للمستشفى مرة أخرى، لكن قد نفذ أمر الله قبل وصول الإسعافات الطبية لمنزله. وكان الفنان مصطفى فهمي قد خضع في أغسطس الماضي لعملية جراحية دقيقة في المخ لإزالة ورم، وبعد أن أجريت لفهمي عملية جراحية في المخ لإزالة الورم تدهورت حالته الصحية حتى وفاته. وكشفت مصادر عن أنه رحل فجر اليوم قبل وصوله إلى المستشفى، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 سنة، وهو شقيق الفنان الكبير حسين فهمي الرئيس الحالي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وتوفي مصطفى فهمي بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية بعد إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ خلال الأشهر الماضية. واستقبل الفنان حسين فهمي خبر وفاة شقيقه الراحل مصطفى فهمي بصدمة شديدة، إذ أنه كان يحضر فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة برفقة زوجته آنا فهمي التي تتواجد دائما بقربه. وقال مصدر مقرب من الفنان حسين فهمي إنه كان متواجدا في الأيام الأولى لانطلاق مهرجان الجونة يوم الجمعة الماضي، وفي الساعات الماضية قرر فجأة المغادرة بصحبة زوجته عندما علم بأن الحالة الصحية لشقيقه مصطفى فهمي في تدهور شديد. وأشار المصدر إلى أن حسين فهمي لم يرغب في انتشار خبر أزمة شقيقه الصحية حتى لا يصيب زملائه المتواجدين بالمهرجان بالحزن والقلق، وقرر أن يعلن أن خبر مغادرته للجونة خاص بإنهاء بعض الاستعدادات الخاصة بانطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الذي ينطلق خلال أسبوعين. وعاد حسين فهمي إلى القاهرة سريعا ليستقبل خبر وفاة شقيقه، ودخل في نوبة بكاء شديدة ولم يعد يستوعب الخبر باعتباره شقيقه الأصغر نظرا للعلاقة القوية التي تجمعهما سويا. ونعى الفنان محمد إمام الفنان الراحل مصطفى فهمي الذي وفته المنية خلال الساعات الماضية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 82 سنة. ونشر إمام صورة الراحل مصطفى فهمي عبر حسابه معلقا عليها: إن لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، خالص عزائي لكل أسرة الفنان القدير مصطفى فهمي. وقد نعى الفنان كريم عبد العزيز الفنان الراحل مصطفى فهمي
الذي وقفته المنية بعد صراع مع المرض. وكتب كريم عبد العزيز ببالغ الحزن والأسى: نعزي أنفسنا ونعزي الفنان الكبير الأستاذ حسين فهمي في وفاة شقيقه الفنان القدير مصطفى فهمي. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. يذكر أن آخر أعمال مصطفى فهمي كان فيلم أهل الكهف الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، وشارك في بطولته خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى وأحمد عيد وصبري فواز وغيرهم من النجوم. ولد الفنان مصطفى فهمي في أغسطس عام 1942، وبدأ مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا عام 1974، وشارك بالصدفة في التمثيل ببطولة أين عقلي. وفي نفس العام تتبعت أعماله البارزة بين السينما والتلفزيون مثل أمر الزمان ولمن تشرق الشمس وقصة الأمس وحياة الجهري وأيام في الحلال. أما آخر أعماله فكان فيلم السرب الذي حقق نجاحا كبيرا على مستوى الإيرادات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.